يعني انا واحد من الناس من اريد اطلع اروح المكان المخصص لذوي الهمم، انه توقف السياره بي ابغي بي سياره مال شخص طبيعي عادي. صحيح بالفعل، بحيث اني احير وين اروح، او مثلا اذا اروح المكان لا لازم اصعد 8 درجات او 9 درجات حتى اوصل للمكان اللي اريده، ماكو مكان خاص الي انه اصعد بالفعل. من عنده. يعني انا واحد من الناس انضريت بمستقبلي، يعني انا كنت دا اقدم سادس خارجي، دا افتح السادس رحت لقيت الشعبه مالتي مال امتحان صايره طابق ثاني. زين يابا انا ما اقدر اصعد درج، يعني مدرسه مو مثلا تحنوني جو طبيعي شيء، لا ما قبلوا، يعني حتى وقت المدير يابا حتى الاساتذه تعاطفوا انه شلون انت ما تمتحن، اي والمدير ما قبل انه انت تمتحن جوه بالضبط، لا ممنوع ممنوع، وفات عليك فاتت عليك هاي الامتحانات عمار؟ طبعا ما امتحنت وصار الموضوع مش عادي، وين وزاره التربيه؟ سلام عليكم، تسمعون يعني كلام يعني عمار؟ عمار بس اسمح لي، يعني اترجاك اسمح لي، تسمعون كلام عمار لو لا؟ شخص من ذوي الهمم تمتحنوا بطابق ثاني يقول لكم ما اقدر امتحنون جوه، المدير يقول له ممنوع، تفوت عليه سنه دراسيه، تفوت عليه شهاده، تسمعون الكلام يعني لو ممنوع. لو شنو؟ يا ريت لو بس ممنوع، هو قال لي اياها بالحرف، قال لي انت شو حتسوي اذا نجحت؟ قبل راح تداوم شنو؟ كليه وانت على كرسي متحرك؟ لا انه بيتنمر هم يعني؟ هاي شنو؟ بالضبط، والله هذا اللي صار، بحيث انت ما تقدر كل شيء تسوي لانه التعامل كان كلش ما حلو، يعني لا اله الا الله. عمار هاي باي سنه الحادثه؟ عمار هاي باي سنه الحادثه؟ هاي بال 2014 2015 تقريبا، هيك السنه بالضبط، ما مدى اتذكرها لانها صار لها فتره. يعني عمار اسمح لي، الى معالي وزير التربيه اترجاك انه تفتح تحقيق بهذا الحادث بالسنه، بهذه السنه اللي صارت، وترجع حق عمار اللي كان حلمه انه يكمل دراسته، لا وفوقاها يعني مو بس منعه، فوقاها قام يتنمر عليه. لا اله الا الله. اي لانه مو ليش اقول لك؟ احنا بالعراق ما عندنا شيء اسمه ثقافه ذوي الهمم. هو من يشوفني على كرسي متحرك انه خلص انا ابقى على كرسي متحرك، لازم ما لا 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 اوصل، لا انجح، لا اسوي الشيء اللي اريده، خلص لان احنا ماخذيها انت على كرسي متحرك تبقى قاعد بالبيت خلص،